السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة اليوتيوب كان سيكان. اليوم نحن قد قاعدة جديدة من قواعد اللغة الإنجليزية وهي النيجيشن اللي هو نفي. كيف ننفي الجمل الأساسية، الأدوات المستخدمة أو الكلمات المستخدمة في نفي الجملة؟ أي ملاحظات ابعثوا لي على الكومنتس، أي أسئلة أو استفسارات أو أي ملاحظات إضافية ممكن إحنا نضيف على أي فيديو، شاهدونا. في السورة الجاية رح نأخذ استخدامات النفي أو صيغ النفي. أول شيء، هناك طرق عديدة في اللغة الإنجليزية للتعبير عن صيغ النفي، من أهمها إنه يكون عندي فعل مساعد موجود في الجملة، ومن الأفعال المساعدة الموجودة عندي في الجملة الـ verb to be اللي هي is, am, are, was, were، الـ verb to have اللي هي have, has, had، المدل الأفعال الشكلية سواء كانت بالماضي أو بالمضارع اللي هي will وcan وshall وshould وmight وmay إلى آخر، جميع الكلمات أو الأفعال الشكلية. إن وجدت هذه الأدوات أو الأفعال المساعدة في الجملة، هاي هي الأدوات التي تنفى. رح نأخذ في السورة الجاي مثال على الأفعال المساعدة. مثال: he isn't أو is not a doctor. is not هي غير مختصرة، وisn't هي الاختصار للفعل المساعد إذا انضاف له كلمة not. الفعل المساعد عندي is وضفنا له not، فهو الفعل المساعد اللي إحنا نفيناه. الجملة الثانية I can't أو cannot speak English، الفعل المساعد الموجود عندي اللي هو can اللي ضفنا له not، وبحالة الاختصار cannot صار cannot. فبحالتين عندي الأفعال المساعدة اللي هي is وcan اللي هي اللي ضفنا عليها كلمة not. في الصورة هاي كان عندي أفعال مساعدة، فإحنا نفينا الفعل المساعد. أما بالصورة الجاي فملاحظتي رح تكون إذا لم تحتوي الجملة على فعل مساعد، يعني ما عندي أفعال مساعدة اللي إحنا حكيناهم بالصورة اللي قبل، فبنستخدم أول إشي doesn't. doesn't إذا كان الفعل مفرد أو كان الضمير الفاعل عندي ضمير she أو هي أو it أو مفرد في حالة المضارع البسيط. إذا عندي مضارع بسيط وكان الفاعل عندي مفرد أو she وهي أو it، بنستخدم في حالة النفي doesn't. الصورة الجاي رح تبين لي مثال بسيط على استخدام doesn't في الجمل التي لا تحتوي على فعل مساعد. تابعوا الصورة الجاي. الصورة الجاي أو المثال: أحمد doesn't drink wine. أحمد عندي مفرد وهي مضارعة وما عندي أي فعل مساعد، فاستخدمنا doesn't. drink اللي هو الفعل المجرد دائما بعد أفعال الدو مجرد بيجي، وكملنا الجملة اللي هي wine. she الضمير مفرد، استخدمنا doesn't لأنه doesn't بتستخدم للمفرد. speak English fluently اللي هي صيغة المفرد لصيغة للزمن المضارع البسيط. أحمد مفرد وشي مفرد واستخدمنا doesn't، وهي قاعدة المضارع بسيط والجمل ما فيها أي فعل مساعد. الاستعمال الثاني، بنستخدم كلمة don't إذا كان الفعل they و I و we و you، وكمان في قاعدة أو زمن المضارع البسيط، وكمان إذا كان الفاعل عندي جمع، يعني بحالة الجمع وبحالة إنه الفاعل كان عندي they I you we، نستخدم don't للجمع don't، وكمان بحالة أنا ما عندي فعل مساعد اللي هم اللي حكيناهم بالصورة الأولى الموجودة عندي. ناخذ مثال عليها: I don't watch TV every day. I اللي هو الجمع، استخدمنا معها don't اللي هي أداة النفي لأنه ما عندي فعل مساعد موجود في الجملة، وهي جملة مضارع بسيط. الصورة الثالثة اللي هي جيم أو الجزء الثالث، نستخدم didn't مع جميع الضمائر والأفعال والموجودة عندي بس بحالة أو زمن الماضي البسيط. مثال: we didn't travel by train last week. we جمع واستخدمناها مع didn't لأنه إحنا بنحكي عن زمن ماضي وعرفت إنها زمن ماضي من خلال الدليل. أحمد مفرد وكمان استخدمنا didn't read the whole story. هون استخدمناها بحالة المفرد والجمع، وبحالة الزمن الماضي استخدمنا didn't، والجمل أساسيا ما فيها أي فعل مساعد عشان أنفي. الصيغة الثالثة، نعبر عن صيغة النفي باستخدام not وذلك بعد الأفعال التابعة مصدر المصحوب بتو. مصدر مصحوب بتو قبل التو لازم أنا أضيف كلمة not. مثال: I want not to have lunch now. حطيت not أو أضفت النفي قبل كلمة to. I decided not to go with him. أضفت النات مرة ثانية قبل التو، هي عبارة عن أفعال يتبعها مصدر مصحوبة بالتو، فإحنا ضفنا النات قبل التو ونفينا الجملة. الصيغة الرابعة للتعبير عن النفي أو استعمال النفي اللي هي باستخدام كلمات مثل never أو no. هاي الكلمات هي عبارة عن نفي، يعني كلمات تدل على النفي، ما بنستخدم فيها not
فهي كلمات تدل على النفي. ومن الأمثلة عليها this man never lies، لا يكذب. never استخدمناها لنفي جملة وهي عبارة عن كلمة تدل على النفي. النقطة الثانية أو مثال الثاني I have a